طيب نكمل سؤال ثلاثة. قال لي هذا نظام باستخدام كرامر. قاعدة كرامر جدا بسيطة جدا سهلة، أنا ما راح أعرج عليها كثير. أول شيء باختصار، أنا أوجد قيمة الـ X المجاهيل يعني عندي X والـ Y والـ Z بطريقة جدا بسيطة كالتالي. أولا أركزوا معايا شوفوا إيش نسوي. قاعدة كرامر أول شيء هو يعطيني نظام خطي. أول شيء أوجد محددة لمصفوفة المعاملات، يعني هذا أسحب عليه، هذا أجيب المحدد اللي هي عبارة عن واحد، نغير لون، واحد، اثنين، سالب اثنين، واحد، ثلاثة، سالب ثلاثة، اثنين، ثلاثة، سالب واحد. جيب المحددة بأي طريقة ومشروحة وأمثلة. هذا السؤال يجي مليون في المية في الاختبار، هذا السؤال يجي مليون في المية في الاختبار، ركزوا معاي. تجيب قيمة، أنا ما ححل بس بوضح لك الفكرة. تجيب قيمة المحددة، هذه قيمة المحددة A. بعدين تجيب ثلاثة محددات، A1 و A2 و A3. سهلة كيف؟ A1 محددتها كالتالي، شوفوا العمود الأول هو واحد، العمود الأول ده تبدله ب هذا اللي هو اللي هو العمود الأخير هو حق ايش؟ العميل المساواة 1 و 3 و 4. شوف هو كتبها صح الولد، اوكي، 1 و 3 و 4، اوكي واضح. وبنفس الطريقة وتجيب قيمة المحددة. وهنا برضو لو بتجيب الواي اللي هي مثلا نسميها محددة الاي 2، تكتب العمود الأول والعمود الثالث والعمود الثاني ده تبدله ب 1 و 3 و 4 زي ما مسوي. و A 3 بنفس الطريقة، العمود الأول زي ما هو العمود الثاني، العمود الثالث تبدله اللي هو تبدل سالب 2 سالب 3 سالب 1 1 و 3 و 4، اوكي. بعدين بكل بساطة بتجيب قيمة الـ X، اوكي، قيمة الـ Y، اوكي، وقيمة الزد. تقسم ايش؟ زي ما تعلمنا اللي هي ثواني بس حج هنا حيكون عندك، لاحظوا معايا، بصوا مقام بصوا مقام بصوا مقام، اوكي واضح ان شاء الله. فايش حتقسم؟ تقسم، ركز معايا، تقسم المحددة اللي هي A1 على المحددة الأساسية، هنا تقسم المحددة A2 على المحددة الأساسية، هنا تقسم المحددة A3 على المحددة الأساسية. بس اطلع قيمة الـ X قيمة الـ Y قيمة الـ Z، واضح إن شاء الله. تجيب ثلاثة، تجيب أربع محددات، المحددة الأساسية و A1 و A2، وتجيب وتقسم A1 على A يعطيك X، A2 على A يعطيك Y، A3 على A يعطيك إيش؟ زد. واضح ان شاء الله. طيب يا رب واضحة هذه. طيب اوكي اجيبه، هو ما كمل تحل. طيب اذا قال لي هنا اسئلة ثانية، قال اذا كانت عندي الـ A والـ B square matrices من order N و C رقم غير الصفر، طيب المطلوب ايش من الاختيارات الصحيح؟ هو الصحيح. هل A B الكل أس الكل ترانسبوز يساوي A ترانسبوز؟ هذا نظري، هو الجواب الصحيح هذا خطأ وهذا خطأ وهذا الجواب الصحيح، نعم، أوكي. طيب نجي الآن في السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك يعني عندي مصفوفة من A تساوي كذا وال B تساوي كذا، طبعا السايز عندك هذه السايز 3 صفوف في 3 عمود، هذه من 3 صفوف ضرب عمودين. يقول لك الدقري حق الضرب A في البي، أول شيء عشان الضرب يتحقق في المصفوفات الداخل يساوي الداخل، اللي جوا يساوي 3 3، إذا متحقق الرقمين زي بعض الجواب الخارج يساوي الخارج 3 في 2. واضح إن شاء الله. طيب determinant إيش يساوي في نفس السؤال هذا اللي فوقنا؟ لا احتاج انك تجيب المحدده ولا شيء. اذا كان عندي صف صفري
أو عمود كله أصفار أو صف كله أصفار على طول المحدد يساوي صفر. لاحظوا الصف الثاني كله أصفار، إذن المحدد يساوي صفر. واضح؟ طيب إذا قال لك إذا أنت عندك هوموجينيوس سيستم في نظام خطي والمتغيرات X Y Z، عندك معادلة، تركزوا معايا، معادلتين وثلاثة مجاهيل. إذا كان عدد المتغيرات أو عدد المجاهيل X Y Z كم؟ ثلاثة. أكبر من عدد المعادلات، كم معادلة عندي؟ 2 equation. إذن حيكون عندي نظام له عدد لا نهائي من الحلول. نظري. السؤال اللي بعده، إذا قال لك إذا عندي الـ A والـ B مصفوفات من السايز الـ A 2 في 3 والـ B 3 في 3، جمعهم لما نجمع B، ركز معي شوف كيف أسوي، المصفوفة B من السايز كم؟ 3 في 3 زائد المصفوفة A من السايز 2 في، هل ممكن أجمع؟ لا. شرط الجمع، فرقوا، شرط الجمع لازم الصف يساوي الصف، هذا كلام خاطئ، ولازم عمود يساوي العمود، العمود يساوي العمود، لكن الصف لا يساوي الصف، إذن عملية الجمع غير معرفة. واضح إن شاء الله؟ not defined. قال لك إذا كان عندي A matrix وكانت المحددة A تساوي 5، طيب الـ A transpose للمحددة كم تساوي؟ حطها نفسه 5. جرب خذ أي مصفوفة، مثلا مصفوفة من السايز 2 في 2، مثلا 1 و5 0 0، جيب المحدد له، هيكون عندك ايش؟ 1 × 5 = 5 - 0، الجواب يساوي 5. طيب هذه مصفوفة A، جيب الA ترانسبوز لها، بدل الصف عمود، يعني يصير عندك 1 0 0 5، جيب المحدد لها طرفين في وسطين، يعطيك 5 - 0، والجواب يساوي 5، إذا الجواب يساوي 5. واضح إن شاء الله؟ طيب هنا قال لي reduce row shelf، reduce row shelf يقول لك 1 تحته أصفار وفوقه أصفار، يعني مثلا هنا 1 0 0 1 0 0 وهكذا. طيب نشوف الآن الاختيارات. أول شيء عندي هذه، نمسك الصف الأول، أول عنصر لا يساوي صفر هو الواحد، مظبوط، تحته أصفار، لا شوف لاحظ معايا هنا اختل الشرط، هذا لازم يكون صفر عشان ايش؟ اقول له ريدوس روشل انفور، فا اي ليست ريدوس روشل انفور. نجي في بي، اول شيء اول عنصر لا يساوي الصفر والواحد، نعم، تحته اصفار، لا، لاحظ معايا هنا هذا واحد لازم يكون صفر، فا بي خطا. سي، هل تحقق شرط؟ نجي الان، اول عنصر لا يساوي الصفر والواحد، مو شرط يكون اول شيء، هنا مظبوط، تحته اصفار، نعم، فوق ما فيش حاجه. الصف الثاني اول عنصر لا يساوي صفر والواحد، نعم، فوقه صفر تحته صفر، نعم، والواحد اللي فوقه في يساره، مظبوط. تعال في الصف الثالث، اول عنصر لا يساوي صفر والواحد، نعم، هنا وفوقه اصفار، تحت ما في شيء ويساره كله اصفار، اذا هذا ريدوس روشل انفور، واضح سهل جدا. طيب ذا نل لينير ايكويجن، اي من هذه المعادلات ليست خطيه، لاحظوا هذه معادلة خطية، خطية، هذه ليش ليست خطية؟ لأنه أنا عندي التان هذا طبعا جوته إكس، لو كان عندي تان مثلا 3 ما في شيء، لكن اللي جوا الدالة إكس فخرج من كونها خطية لا غير خطية، شرحتها بالتفصيل في الواجب والدرس، أوكي؟ طيب هنا قال لك النظام هذا التالي له فيتني من سولوشن، حلها عادي، تبي تحلها حلها، حول هذا تقول لك اوكي 1 1 3 4 4 12، حلها بسيط جدا، تيجي هنا تبي تصفر ده، حتقول سالب 4 r1 + r2، اوكي يلا، والناتج كبار 2، الصف الاول يبقى زي ما هو 1 1 3، سالب 4 + 4 0 - 4 + 4 0، سالب 4 × 3 = 12 + 12 0. إذا كان عندك صف كله أصفار، صفر يساوي صفر، فالنظام له على لا نهاية من الحلول. واضح إن شاء الله؟ طيب السؤال اللي بعده قال إذا كان عندي AX يساوي 1 1 وسالب 1، إذا A inverse تساوي كذا، الـ X إيش تساوي؟ هذا كان إذا ضربت الـ X في الـ A inverse، بمعنى آخر إذا ضربت، ركزوا معايا، إذا كان ناتج ضرب المصفوفة
A في X طلع معي واحد وواحد سالب واحد. طب الـ A inverse كان يبقسم على إيش؟ وكان يبقس العملية. Alex إيش يساوي؟ Alex لقال لك A X يساوي حاجة. هذه هي. طيب لو أنا أبغى الآن Alex هذه كيف؟ بكل بساطة أخذ الـ A، أعطيها الـ A inverse، أخذ الـ A inverse أضربها في الـ، أضربها في إيش؟ في هذه، هذه زي كأنها مصفوفة المعاملات أو مصفوفة الثوابت، أوكي؟ فإذا ضربت الـ A inverse في الـ B يعطيني الـ X. بس هذا كأنه كان عندي نظام خطي، هنا في، هنا في ثوابت، هذا هو العمود، ده هو. ولما تضرب الانفرس اعطاك الانفرس، تضربه في مصفوفه ثابت، هذا يعطيك قيمه الاكسات هذه. بس واضح ان شاء الله؟ طيب هنا سؤال 9، طبعا الجواب حيطلع ايش، جربوا حلوه. وين رحنا؟ سؤال رقم 9، اذا كان عندي الاي انفرس هذه المصفوفه، طب الاي ترانسبوز الاي انفرس، يعني ما ناخذ، خذ المصفوفه هذه جيب لها ترانسبوز، اقلب الصف عمود وخلاص، واحد سالب 4 و2 اهو، صفة تانية قبل عمود تاني، صفر واحد تلاتة، صفة تالتة قبل عمود تالت، بس انتهى السؤال. بالتوفيق.